أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وكل عام وأنتم بألف خير. نحييكم بأجمل تحية رياضية مع حلقة جديدة من البرنامج الرياضي هلا رياضة، الذي يبث لحضراتكم في بث حي ومباشر عبر قناة هلا الفضائية وموقع بنت. سنكون اليوم مع حلقة احتفالية استقبالا لعيد الأضحى المبارك، حيث سنكون مع عدد من المقابلات مع ممثلي الفرق والمسؤولين لتقديم التهاني للمحتفلين بالعيد، وستكون لنا وقفة مع موجة الاستنكار العارمة من قبل المجتمع الرياضي والسياسي في إسرائيل للاعتداء العنصري الذي تعرض له لاعب منتخب إسرائيل محمد أبو فني، والذي توج موسمه الناجح الأخير بالانتقال إلى النادي المجري. كذلك سنركز من خلال حلقة اليوم الخاصة والاحتفالية بالإنجاز التاريخي المشرف على صعيد الكرة والرياضة في البلاد مع إنجاز فريق فلفل كفر قاسم بكرة الشاطئ، والذي حقق إنجازا غير مسبوق، حيث حقق فريق فلفل أبناء كفر قاسم إنجازا عظيما بفوزه بكأس أبطال أوروبا بعد أن فاز في المباراة النهائية على بيزا الإيطالي بالركلات الترجيحية 5-4، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أن أرحب بضيوف حلقة اليوم. آدم صرصور، مساعد مدرب وكابتن سابق لفريق فلفل كفر قاسم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أخ أحمد، إلى كل جميع المشاهدين. والسيد محمد عيسى، رئيس البعثة للمباراة بطولة أوروبا، أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا عمي، وكل عام أنتم بألف خير. يعني أقل ما نقول أنه شرف عظيم وكبير لفريق فلفل كفر قاسم، للوسط العربي عامة وللبلاد بشكل عام على الإطلاق ولكل رياضي ومشجع. آدم، 4-4 ضربات ترجيحية، الطليان ضيعوا الضربة واحدة، وعامر يتيم إقبال المرمى، كيف شعورك؟ شعور بقدرش أوصفه. أول شيء أنا تذكرت لما عامر يتيم بكى، كان البندي الأخير، نفس المشهد كان في 2012 أول بطولة إلنا بعد 5 سنين، الفريق إله من 2007 مشارك في الدوري الإسرائيلي، بعد 5 سنين قدرنا نوصل النهائي 2012، عامر يتيم، النتيجة ضد راس العين، نفس الشيء 5-5 أو 4-4، عامر يتيم البندي الأخير. أنا بركن على عامر، عامر كابتن الفريق بركن عليه، لأنه عامر ما بحب يتفلسف، ويوم ترجع بده يشوط الفطبول، احنا كنا تقريبا 70% عارف انه رايح الفطبول يدخل في الجول، لانه عامر بحط زي ما قالوا من كلب رب. فانا الصراحه يعني محمد كان جنبي، وبعد ما طردوا مأمون في شيلنا ومحمد والمعالج على المقاعد بدلاء، بقول لهم فيش نفس، حتى المعالج بقول كل هالهواء والبحر وفيش نفس، انضغطت ضغط غير طبيعي، لانه انت بعد 18 او 17 سنه الفريق من 2007 قايم، وانت بتبني في شيء انه توصل نهائي دور ابطال اوروبا وتوصل البير، والشيء واقف على هدف على لحظه، الشيء بكى فوق الخيال، الواحد بكى شعوره ضغط مع سعاده مع كثير شغلات. الحمد لله رب العالمين، ربنا ما ضيعنا تعب، وبعد كل هالمجهود وبعد 8 مرات مشاركة بدوري أبطال أوروبا قدرنا نحقق هالإنجاز، واللي هو زي ما قلت أنت تفضلت، إلنا ولجميع الوسط العربي، اللي شوي الواحد يدخل فرحة لو فرحة بسيطة مع كل الأمور اللي بتمر فيه، العنف والقتل اللي بمر فيه وسطنا العربي. الحمد لله رب العالمين قدرنا نعمل هذا الإشي، ألف شكر للجميع، عن جد ألف شكر للجميع. يعني في وقت أنك تشكر لسه في البداية، محمد شركنا في لما عامر يتيم صوب الكرة للمرمى، ضربة الجزاء الأخيرة، عامر بسجل، إحنا أبطال، هيك شعورنا. والله أنا يعني زي ما تقول قاعد وبقول إحنا أبطال قبل ما يشوطها، يعني هو بقدر أذكره فيها، أنا وقفت على الكرسي وكسرت أقول الله أكبر، والساعة ما شطاش، لأني أنا متأكد إنه راح تكون جوا. الإحساس اللي جاني من أول يوم لعبنا فيه لآخر يوم نفس الإحساس، ما تغيرش. أنا طالع مع الفريق هذا حسب اللي شفته في عينين كل اللعيبة، إحنا راجعين في دوري أبطال أوروبا، ما حدا كان يقنعني في إشي غير هذا.
فلما اجى البند لدورنا كلت ييش كلت الله اكبر قبل ما عامر يشوط اول من لعيب ضيعها. كنت متاكد انه خلص جبناها عملنا انجاز اللي رايح ينذكر بس رايح ينذكر غير هيك ما زبتش حكي. آدم كيف مستوى الفرق اللي شاركت أو اعطينا لمحة عن جميع الفرق اللي شاركت يعني إقبال مين لعبته كيف مستوى كرة القدم اللي تقدم في هذا في البطولة؟ طبعا في مستويات عالية جدا لأنه الدوريات عندهم لست سبع أشهر مش زي عندنا مثلا إنه بس شهرين ست سبع أشهر على طول على مدار السنة بيلعبوا هذه الرياضة كرة القدم الشواطئ. كان في موجود في البطولة 76 فريق اللي كان في منها قسم اللي في اختبارات اللي هم بيخلصوا مراكز ثانيه في دولهم وفي اللي احنا كنا معهم اللي خلصوا مراتب اولى. الفرق في مستويات عالية كل الفرق عندها اجانب عندهم برازيليه لعبنا ضد بطل المانيا ضد بطل اليونان ضد بطل ايطاليا في النهائي ضد بطل فرنسا مرسي لعبنا ضد فرق اللي بجد فرق اللي على الورق كانت احسن منا او بمستوانا خلينا نقول. زي ما قال محمد الايمان اللي بكى عنا والطموح اللي كنا حابين نصله من سنين ساعدنا كثير انه نتخطى هذه الفرق بنجاح الحمد لله رب العالمين. محمد احكي لنا عن الناحيه الاداريه كيف الفريق بدور يعني شو الاشياء الموجوده اليوم بالفريق كيف انتم محافظين على الفريق بالرغم انه الفريق لا يلعب في الدوري الاسرائيلي يعني ما في كره قدم شواطئ في اسرائيل من كم سنه يعني. احنا دائما جاهزين وانت ما اتصلوا لنا ادم والمأمون المدرب ونمر اللي هم هذول بالنسبه لنا زي الجيش لما يبعث ورقة للعيبة إحنا زي الجيش بنيجي خلاص بيقولوا لنا في واحد اثنين ثلاث بنكون جاهزين بنجهز نفسيتنا للي كتبوا لنا إياه غير هيك ما بنعمل شيء وبنيجي بنجهز النفسيات بنلعب بنتدرب أوروبا مش أوروبا شو ما يحكوا لنا إحنا جاهزين. ومن ناحية المادية يعني المصاريف أو تكاليف الفريق الفريق مكلف يعني عمليا في كثير مصاريف سفر وأجرة لاعبين وكذا. لو أحكي يعني لك إحنا الإشي الصغير اللي هو أي إشي من ناحية مادي ما حدا بيسألنا عنه ولا حدا بيحكي معنا فيه ولا بيقولولنا عنه بنطلع بنيجي في يوم هالسفر بنسافر وبنرجع. كيف ولد مدلل لأهله أهله أغنياء وبدللوه بنوله دار وجوزوه بدون ما يتعب نفس الشيء إحنا فضل الفريق حاسين. حلو كل احترام. آدم استقبال حافل ومشرف عند رئيس الدولة يتحك هرتوك السيد يتحك هرتوك كيف كان الاستقبال؟ والله كان استقبال مشرف واستقبال مليح إنه زي ما تقول هذه ثمرة جهودنا يعني أنت إحنا يوم جانا التلفون هو اتصل على مأمون المدرب مأمون عامر وإحنا في البرتغال يعني بعد اللعبة ما خلصت بخمس عشر دقائق اتصل وبعد لما ودونا الدعوة إن نروح عند رئيس الدولة بكى الشعور جدا زي ما قالوا فوق الغيوم إنه أنت وصلت وحسيت إنه عن جد وصلت إشي اللي بيرفع الراس. الاستقبال كان جدا مليح حكينا عن كثير امور حكينا عن كره القدم حكينا عن العنف في المجتمع العربي كان استقبال اكثر من رائع وهو صراحه الرئيس يعني بني ادم اللي دائما مبسوط مبتهج ما في عنده الكبره او شيء فكان طول الوقت انه يضحك ويمزح وكانت قعده يعني زي قعده اصحاب او قعده عائليه. حلو محمد احكي لنا عن شعور الاهل بكور قاسم يعني لما روحتوا على البلد كيف الاستقبال كانوا؟ احنا كنا واحنا مسافرين برا يعني حسب التعليقات على التواصل الاجتماعي حسب الناس اللي بيستنوا فينا ما بد يعني كان عندنا يومين استراحه في اسطنبول اللي انا من عندي كنت لو انه المحين المحوهن بدناش اياهن هذا الاستراحه بدنا نرجع على البلاد بدنا نشوف الإقبال اللي كان موجود على التواصل الاجتماعي بدي أشوفه في أرض الواقع فشفته وانبسطت يعني كل ما أتذكر الإشي بحس إنه عندي بصير في جسمي كشعريرة يعني جد الأهل الأولاد اللي بيستنوا فينا ما ناموش اتأخرت طيارتنا ما ناموش استنونا أول ما وصلنا كيف كل البلد بيستنوا فينا الناس بتستنى في المطار يعني إحساس اللي بتقدرش توصفه إلا بس تعيشه.
وانا عشته الحمد لله. مش قادر اوصل اللي عشته، بس عشت اشي اللي حلم بالنسبة لي. ادم من ناحية مهنية عمليا مستوى الفريق بدنا نحكي شوي، والعمل مع مأمون عامر، مأمون كمدرب مجرب عنده تجربة، كان عمليا مدربك لما كنت لاعب، واليوم انت مساعد مدرب، كيف العمل مع مأمون؟ العمل مع مأمون، مأمون بني ادم انسان مهني، مأمون ما بفوت الشغلات الصغيرة، بهذا سر النجاح طبعا. العمل جنب مأمون بما أنه كان مدربي وكان كنت أنا كابتن الفريق 10-11 سنة، العمل مع مأمون كثير سهل، بيساعد الجميع مأمون، يعني حتى أنا بستشير في كل شيء، في كل قرارات مستشير بعض، بنقعد ما في عنده هذا اللي أنا مدرب الجميع تحتي، لا بالعكس، كل شغلة تعال آدم، تعال محمد، تعال نستشير، تعال كل شغلة، ونشتغل مع بعض لنا سنين وفاهمين بعض. ومأمون زي ما قلت أنت بني آدم مهني مجرب، اللي كمان مش عبث أخذوه يكون مدرب منتخب إسرائيل، لأنه بيتقن شغله وفاهم كل شغلة في كرة قدم الشواطئ بحذافيرها زي ما كانوا. محمد انت كنت حارس مرمى عمليا بفريق في الفرق وقاسم ولعبت فترة طويلة، كيف كان مستوى الحارس؟ مين الحارس اللي كان في هاي البطولة وكيف كان مستوى الحارس؟ كان إليوت من منتخب سويسرا، هو صار له سنتين أحسن حارس في العالم بوخن من فيفا، يعني الدرجة اللي هو موصلها ما أظن راح يجي كمان حارس في هاي الدرجة، لأنه بيلعب في رجليه أحسن من أحسن لعيب في العالم. حارس بيجيب لك جوال، بخلص نهائي في جولين اللي هن الجولين اللي جابهن برضو، وقلنا الشرف أنه يجي زي هذا الحارس يستنى نفس الشيء، يستنى ما يختمش في ولا فريق، يستنى بدلع في كفر قاسم، بكل لأنه أنا لعبت في عيلي مش لعبت فريق، أنا لعبت بروسيا بإيطاليا في كل مكان في العالم، ما كنتش أحس عيلي بس عندكم حسيت عيلي، ف شرفنا انه هذا الانسان لعب عندنا وصاحبنا، يعني كلنا اصحاب في فريق، اخوه زي ما تقول. في كمان لاعبين تعزيز عمليا اجانب اللي شاركوا بالفريق في البطوله، عندنا كان اوت لعب عندنا بال2018، اوت كمان هو كابتن منتخب سويسرا، عندنا كمان لاعب برازيلي منتخب البرازيل اسمه ديمايش، وجلين كمان منتخب سويسرا، جبنا لعيبه يعني اللي بنا لعيبة اللي لعبت مع بعض، وهدول اللعيبة لعبوا مع بعض، يعني جبناهم لأنه بيفهموا بعض كثير في اللعب، وهذا الشيء ساعدنا كثير برضو، هذا الشيء ساعدنا، صح ما كانش منهم الدرجة الأولى زي اللي احنا بدنا إياهم، بس جبنا أقل درجات بس كان كل شيء 100% الحمد لله. يعني النتائج وعطائهم كان عمليا مشرف وممتاز على مستوى أزيد من اللي كنا متوقعينه منهم، واللاعبين المحليين يعني بدون سامح مرعب، يعني انا ما بقدر ادم انه ما احكيش عن سامح، كيف سامح كان في البطوله؟ انا بقدر ما احكيش عن سامح او عن عامر او عن عبد او عن راني، حماده جبرين، عمري حتى الاولاد، معاد عامر كانت له كان طورنير جدا ناجح، كرم عامر، هذول الشباب اثنين جبناهم جداد، اما اللاعب المحليين بكالهم البصمه، لانه احنا دائما بنقول دائما نقول لو شو ما تجيب لاعب تعزيز ما دام انت المحلي ما عملتش، دائما هيك كان الحكي انا ومأمون والجميع، اذا انت ما اشتغلتش وتعبت اللاعب الاجنبي بصير يطلع اذا صاحب الفريق مش متحرك، فانا برضو بطلع لي ما اتحرك. سامح مرعب بكاله تورنير ناجح جدا، اعطى لعبات اللي فوق المستوى، حتى يعني صعب تلاقي لعيب يقدر يلعب طول اللعبه 36 دقيقه نيتو يعني بتقعد اللعبة ساعة وعشر دقائق تقريبا، يعني وكان ثلاث دقائق إضافي تقريبا، بس طلع مرة بجوز كيكتين ترى، يعني لعب 34 دقيقة نيتو، يعني أعطى لعبة، أعطى لأنه الجميع بكى متطلع على شغلة واحدة قبلها بليلة، ومكعدنا كلنا وصلنا البير، ولا واحد بيضمن إن نقدر نرجع كمان مرة لهذا النهائي، لازم وصلنا البير نشرب منه. اللاعب المحلي هم الأساس لأنه موجودين معنا سنين، 17 سنة إحنا مع بعض موجودين، اللاعب طول الوقت بنبدل الأجانب الأجنبي بيجي سنة ناجحة بتخليه سنة مش ناجحة بتبدله، اللاعب المحلي
هو الأساس، هم اللي بكى لهم حسة الأسد إن أخذنا البطولة هذه الحمد لله وفزنا فيها، والحمد لله رب العالمين كل إشي مشى حسب ما رتبنا من سنين، ويعطيهم ألف عافية. محمد، الردود الفعل المحلية يعني من الفرق الموجودة في البلاد كيف كانت ردود الفعل والتهاني اللي وصلت لفريق في الفلك أبو القاسم؟ والله الكل بعت والكل افتخر فينا، وإحنا فخورين إنه عملنا هذا الشيء. إحنا والله عملنا هذا الشيء ونقول خلص لازم نعمل هذا الشيء، لازم نفرح الوسط العربي، لازم نرفع رأس الوسط العربي. كل لعيب كان يلعب ويقول أنا بدي أعمل إشي للوسط العربي، مش بس لكفر قاسم، للوسط العربي. الفرق اللي كانت في نفس اليوم اللي فزنا فيه كنت شفت سخنين، شفت كثير فرق محلية اللي جد أنا افتخرت إنه كتبوا عنا أشياء، لاعبين اللي أنا كمان مرة افتخرت إنه إحنا عملنا هذا الشيء مشان نوصل هذه الناس إنها تكتب عنا. فالحمد لله كل إشي كان زي ما بدنا وأحسن بفضل رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. فخر كبير يعني إنه نروح مع كأس بطولة أوروبا وميدالية ذهبية من بطولة أوروبا، فعلا فخر كبير. شو السبب إنه فيش دوري في إسرائيل لدوري كرة قدم الشواطئ؟ السبب كان الكورونا. لما أجت جائحة الكورونا توقف الدوري بسبب الكورونا، وصار مشاكل بعده مع البلدية، بلدية نتانيا وبلدية الخضيرة مع المسؤول عن الدوري، فتوقف الدوري. وعلى أمل إنه حسب ما حكينا وأحكى أحمد أبو العام اللي هو برضه عضو في الاتحاد العام، إنه إن شاء الله إذا مش السنة هذه السنة الجاية إن شاء الله راح يرجع الدوري، وبنتأمل خير إن شاء الله. إن شاء الله. يعني في احتمال إنه دوري يرجع محمد، حاب نشوف الفرق رجعت لدوري إسرائيلي. اللي عملناه بخلي الدوري يرجع غصبا عن الكل إن شاء الله. يعني شاء الله. إذا وصل إنه الرئيس بيقول رجعوا الدوري، يعني بدون دوري وجبنا دوري أبطال أوروبا، مع دوري شو بنجيب؟ فرجعوا الدوري، قال من عنده لأحمد أبو العم إنه خلص اطلعوا، قال حتى للمساعد تبعه قال له إنه بلشوا في الموضوع خلص. يعني كرة قدم بطولة أوروبا وميدالية ذهبية بدون فريق الوحدة كبر قاسم دوري درجة ممتازة، مش راح ما نجيب سيرتهم يعني، لأنه فريق الوحدة إحنا كلياتنا بنحب فريق الوحدة وفريق المشرف، ولحد قبل موسمين كان في طريقه للدرجة العليا، ولكن عمليا في الموسم الأخير تقريبا هبط للدرجة الأولى. شو اللي بصير آدم؟ أول شيء بنوجه لهم تحية، فريق الوحدة فريقنا، فريق الأول في كفر قاسم. الوحدة كفر قاسم العام زي ما قلت أنت إنه كان بعيد ضرب الجزاء من الصعود على الدرجة العليا، وللأسف ما حلفناش الحظ. السنة اللي مركت أكيد بعد كل المصاريف اللي انحطت في السنة للصعود للدرجة العليا أكيد رايح في السنة اللي بعدها يصير شوي خلل في الميزانية. هاي مشكلة فريق الوحدة إنه خلل الميزانية، وشيف كرة الثلج خسارة ورا خسارة ورا خسارة، هاي السبب الرئيسي. نتمنى إنه السنة إن شاء الله يكون الكادر أحسن ونرجع إن في المراكز المتقدمة إن شاء الله. معروف يعني كفر قاسم من سنوات طويلة يعني إنه بلد اللي بتعيش وبتعشق كرة القدم. في كثير فرق موجودة اليوم في كفر قاسم بدرجات مختلفة يعني، هل حان الأوان إنه يكون فريق واحد محمد حسب رأيك في البلد؟ والله أنا حسب رأيي إنه لا، لازم إحنا كلنا فريق واحد، كلنا مثلا وراء الوحدة، كلنا وراء الشواطئ، كلنا وراء كل فريق، لأنه بلدنا بلد كبير لازم ملان كيف بيقولوها ملان قواعد اللي يكونوا الناس فيها. يعني لازم إذا هذا اللعيب بيقدر يلعب في الوحدة بيقدر يلعب في الشعاع. عندنا شباب بتحب كرة السلة، في عندنا اليوم كرة سلة في الليغا الثانية في إسرائيل، واللي مسؤول عنها نفس الشيء أبو عمر نمر، اللي مسؤول عنه برضو في الحفيم رئيس الفريق. فلا بلدنا لازم شو ما في إشي رياضة لازم نعمل فيها.
يعني الحديث عن كفر قاسم عن كرة القدم بأنواعها، هو توج عمليا في بطولة أوروبا لفريق فلفلة كفر قاسم، وإحنا كمان مرة نبارك لكم لأن شرف كبير، نفتخر ونعتز بهذا الإنجاز العظيم. ومن هنا ننتقل إلى ردود الفعل المستنكرة والغاضبة مستمرة من المجتمع الرياضي والسياسي في البلاد على الاعتداء العنصري الذي تعرض له لاعب منتخب إسرائيل ابن مدينة كفر قارع محمد أبو فني، وذلك بعد أن قام القليل من جمهور المنتخب الذي على ما يبدو من جمهور بطارة أورشليم القدس خلال مباراة المنتخب أمام أندورا التي أقيمت على استاد تيدي في مدينة القدس. الاستنكار بدأ من رئيس الدولة السيد يضحك هرتوب، وكذلك وزير الرياضة السيد ميكي زوهر، ورئيس الاتحاد العام لكرة القدم، وشخصيات رياضية وسياسية واسعة، علما أن محمد أبو فني نجم مكابي حيفا قد توج نجاحه في السنوات الثلاث الأخيرة والتي فاز بها الأخضر الحفاوي بثلاث بطولات متتالية. توج محمد أبو فني هذه الإنجازات بانتقاله قبل أيام للدوري المجري، طبعا باسم أسرة البرنامج وجمهور الرياضة والساحرة المستديرة، نتمنى لمحمد أبو فني كل التقدم والنجاح. إخوان، يعني تهجم عنصري بشع وقذر من قبل أقل عدد من جمهور بطار أورشليم القدس على محمد أبو فني، كيف آدم شعور لاعب بيلعب بمنتخب ومثل دولي ويسمع الشتائم والمسبات على أدائه خلال مباراة منتخب؟ أكيد شعور صعب لما أنت تكون بتمثل دولي وجمهورك، مش الجمهور اللي المنافس، جمهورك بيشتمك وشتائم عنصرية، أكيد صعب. بس زي ما قلت أنت، الكل هم يعني مش الجميع، في كل قليل اللي دائما موجودة هي اللي عندها العنصرية. احنا من هين بنشد على ايدين محمد أبو فني وبنكويه، واحنا عارفين انه أكبر من هيك رايح يتجاوز هذا الاشي، وبنتمنى له التوفيق ان شاء الله في مسيرته الرياضية وبالنجاح ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. محمد عيسى لاعب منتخب اسرائيل محمد ابو فني، يعني كيف شعوره انت كلاعب لما كنت تلعب كره قدم اذا بتسمع الشتائم خلال المباراه؟ كيف بتحس بهذيك اللحظه؟ هو شعور صعب بصراحه، شعور صعب، بس لا اظن انه راح ياثر في ابو فني لانه لاعب محترف، واكيد مرق اشياء في حياته اللي يمرق كمان هذا الشيء، وإن شاء الله أنه الله بوفقه وبيضلوا فخر لإلنا كمان إن شاء الله. أداء منتخب إسرائيل أمام أندورا، مبارتين فاز بهن، تابعتوا نتائج مباريات المنتخب؟ الصراحة ما تابعت أنا، طبعا بعده عرفنا أنه فازوا، نتمنى أنه يكملوا، دائما هيك بيبدوا بالفوز بس في الآخر للأسف يعني ما الشيء ما بيكمل، اما بنتمنى انه المره عن جد يكملوا في الفوز حتى نقدر نصل مره من المرات لاحدى المحافل الاوروبيه. عمليا في كمان الفريق المنتخب الصغار لحد جيل 21 سنه اللي تقام بطوله اوروبا اليورو عمليا، ومنتخب اسرائيل تعادل امام المانيا في المباراه الاولى 1-1. السيد محمد ابو يونس رئيس اداره فريق اتحاد ابناء سقنين، مساء الخير لك المشاهدين. مساء الخير وكل عام وانتم بخير. وانت بالف خير، انت والجميع ان شاء الله. مناسبه عيد الاضحى. سيد محمد ابو يونس معي في الاستوديو ضيوفي ادم صرصور مساعد مدرب في الفلا كفر قاسم، ومحمد عيسى رئيس البعثي لبطوله اوروبا. بتحب تقول لهم كلمه؟ طبعا طبعا، احنا من بريكلين، وطبعا انجاز ممتاز جدا، ويعني ورفعت رؤوسنا هذا الانجاز ان شاء الله الى الامام. الكره تم الاستواء كره اللي العليا. بارك الله فيك، بوركت سيد ابو يونس. وفراس مغربي مدرب لفريق شبيب اتحاد ابناء سخنين محل صالح حصارمي مساعد المدرب سلوبودان درابيتش. هذا ما نبتغيه، في اشكاليه معي
نتأمل إنه نحل اليوم أو بكرة. وهذا اللي راح يكون الله في رحمه ربي هو مدبر. يعني شو الإشكالية الموجودة؟ ما مش واضحة الصورة سيد محمد أبو يونس. إشكالية وشو الأوضاع الأخيرة في فريق اتحاد أبناء سخنين سيد محمد أبو يونس؟ يعني في فريق اتحاد أبناء سخنين يعني بتفائد وكيف تعرف إنه قررنا لاعبين كتار يعني كتير من اللاعبين في السنة الماضية، فإحنا هنبني فريق أول وجديد نوقع مع 16 أو 17 لاعب. هاي الأمور طبعا تتطلب الوقت والتأمين نتبع في الأخطاء اللي احنا فاضي، فعشان هيك لو أخذت شوية أعرف كثير من الأمور بيسألوا، ولكن أنا بحب ما بدنا نستعجل، بس نوقع مع لاعبين اللي يعطونا ويحطوا الطريق في قد حلو مثل، وهذا ما أنا موفقة في الماضي إن شاء الله. سيد محمد أبو يونس، بما أنه رضعت الصوت يعني شوي الاتصال مش واضح وشوي صعب نسمع، نتمنى لفريق اتحاد أبناء سخنين التقدم والنجاح وإن شاء الله بلايوف علوة هذا الموسم. ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لسخنين ولكل الفرق العربيه ان شاء الله. كل عام وانتم بخير والى اللقاء وقدما والى الامام. كل عام والجميع بخير. شكرا لك. شكرا. تسلم. اعزائي المشاهدين، الى هنا نصل الى نهايه القسم الاول من برنامجنا، وهيا بنا نخرج الى فاصل اعلاني ومن ثم نعود. كونوا معنا بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم معنا مرة أخرى مع البرنامج الرياضي هلا رياضة، الذي يبث لحضراتكم في بث حي ومباشر عبر قناة هلا الفضائية وموقع بنت. إخواني، قبل الفاصل كنا مع محمد أبو يونس رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، رئيس إدارة اتحاد أبناء سخنين، والآن معنا على مباشرة من أم الفحم السيد أحمد أبو العام. أحمد، مساء الخير. مساء الورد إلى كل جميع المشاهدين. معنا بالاستوديو ضيوف آدم صرصور ومحمد عيسى في الفلاك أبو القاسم. حياهم الله. حياكم الله. اللي فهمناه أنه مبارح استضفتوهم في المرفحم للتهنئة والمباركة. صحيح، مبارح كان استقبال لإخواننا في الفلاك أبو القاسم في المرفحم، لأنه يحق أن كوسط عربي والأم الفاهم بالذات أنه نحتفل بأبطال أوروبا لكرة قدم الشواطئ. لبوا الدعوة، حضروا كلاتهم بكل طاقمهم مزينين برئيس إدارتهم نمر، حياناهم في أم الفاهم. أم الفاهم بيتهم وسيبقى بيتهم. نتمنى لهذا الفريق فقط دوام النجاح ودائما يكونوا أبطال أوروبا. سيد أحمد أبو العم، يعني يا ريت لو أنه نحتفل في أبوال أم الفحم في صعود للدرجة العليا مقابل بطولة أوروبا لفلفل أبو القاسم، شو رأيك؟ يعني صراحة امبارح قلت لرئيس بلدية أم الفحم، قلت لنائب رئيس بلدية أم الفحم، أعطيني الميزانية اللي بيعطيها أبو العبد في أبو القاسم، أعطيني إياها في أم الفحم، مش بس بصل للدرجة العليا إلا بصل إلى ما بعد الدرجة العليا. صراحة أنا بدي أشد على ايد ابو العبد، على باقي ايدين رؤساء المجالس المحليه في كل المناطق، انه عليهم وخاصه بهاي الفتره اللي شلال الدماء مش قاعد بنقطع في الوسط العربي، عليهم جميعا انهم يضخوا الاموال في الرياضه، لانه الرياضه
شيء مركزي بمعنى العنف في الوسط العربي، وخاصة فترتنا هاي بفترة اللي جدا 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 صعبة، اللي أولادنا قاعدين بنزلكوا لأماكن مش مظبوطة، عشان هيك بظن عليهم مسؤولية كبيرة 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 اتجاه شعبهم، اتجاه بلدانهم، اتجاه شبابنا وأطفالنا. احنا ما احنا إلا وسيلة نساعد رؤساء المجالس، نساعد بفرقنا رؤساء البلديات انه يقوموا هذا المشروع. الرياضة هي افضل طريقة للجم العنف. سيد احمد ابو العم، رئيس ادارة فريق هبوئل من الفحم، ما هي التغييرات التي قمتم بها هذا الموسم في فريق هبوئل من الفحم؟ التغييرات مش كبيرة، يعني احنا حافظنا على كادر فريق هبوئل من الفحم تبع السنة المركز، لانه امننا بالاستمرارية رغم الخلاف اللي كان، يعني كل وسائل الإعلام العبرية والعربية الدولة اللي كان بيني وبين أدهم هادي اللي هو خلاف شخصي، إلا أنه استطعت أحط كل الخلافات الشخصية جانبا، وأنه يكون مصلحة فريق بايرن الفحم بعد ما سويت كل الأمور مع أدهم هادي وقعدت أنا وياه سوينا كل الأمور. أنا شايف أنه الاستمرارية لفريق بايرن الفحم هي استمرارية جدا ممتازة، أنه حافظنا على خط دفاع فريق بايرن الفحم بجميع لاعبي جاكي يونس، عميد، دينيس، سردل وكوبي، مع ابو الشاكر قدامهم في خط الوسط. ما اظنش ولا فريق في الدرجه الممتازه قدر يسوي شيء. زدنا عليهم ساكستان ابن كفر كما زدنا عليهم دوفيف جباي. بتمنى انه اليوم بكره برضه نوقع مع حارس مرمى جون قدير اللي يكون في ام الفحم. نوايا انا واضحه، بدنا فريق قوي، بدناش نتخبط في القاع، بدناش نتخبط في وسط اللائحة، بدنا نشبع رغبات جماهيرنا والجماهير الفحماوية. يعني بدون كلمة لابد منها، انه جمهور فريق هبوئل من الفحم يريد ان يسمع انه فريق هبوئل من الفحم بالطريق للدرجة العليا، يعني الفريق بحاجة لتعزيز كمان لاعب او اثنين في خط الهجوم. لا ضمينا نواف زيا، دوامنا نواف زيا. اليوم وقعنا مع أبيل بن حيمو في ميكو ودوغيف في خط الهجوم. ما ظنش انه علينا نسوي زي السنة اللي مركت نحط بس لعيبة على دكة الاحتياط اللي ما كناش بحاجة لها. اليوم وضعنا المادي بسمحش انه برضو نبلش نتوزع وما نعرفش شو اللعيبة اللي قاعدين من جيبيها. بنفهم راح يتمركز على اللاعب المحلي ولاعب التعزيز، اللاعب الفحماوي برضه راح ياخذ حصته بهاي السنة. تنساش أخي أحمد إنه اليوم خط دفاع فريق بايرن الفحم وبرضه خط دفاع فحماوي كامل تقريبا. الأمور أنا ما بقدرش هسه لا بتعلن عن صعود ولا بتعلن إنه فريق بايرن الفحم راح ينافس. رايحين إحنا شفنا في الدرجة ممتازة، واليوم صار عندنا خبره في الدرجه الممتازه بعد 5 سنين، كله مومنتوم. اذا يعني احنا كان الكادر تبعنا اقوى بكثير من الكادر تبع ابوي بتحتيكوا ومكابي بتحتيكوا، ولكن بالنهايه اللي ساعد مكابي بتحتيكوا وابوي بتحتيكوا هم اللي ساعدوا للدرجه العليا. جابن اللعيبه مش هو هذا الشيء المركزي بصعود الفرق من الدرجه الممتازه للدرجه العليا، ولكن كنا امل انه هاي السنه راح نفتتح المباريات في استاد السلام، راح نبلشها من اول السنه في استاد السلام، وهذا شيء جدا مهم للمعنويات تبعت اللعيبه وللامور الماديه في فريق بايرن الفحم. سيد احمد ابو العم، لابد من كلمه حول تصرف الهمجي والعنصري لبعض من الجمهور في مباراه المنتخب للاعب محمد ابو فني، شو رايك في اللي صار؟ يعني امبارحيات وكانوا الجماعه معي عند رئيس الدوله اول امبارحيات، اتطرقت الى الموضوع نفسه، كان الى حديث مع محمد ابو فني، كان الى حديث مع شينو زوارس، وكان الى حديث مع مدرب المنتخب. قلت له محمد ابو فني تصرف جدا 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 مسؤول، شخص بدل محمد ابو فني كان سوى ضرر لكره القدم الاسرائيليه 20 سنه و 25 سنه، مش عايزين نقدر نحل الاشكاليه هاي. كان محمد ابو فني بيقدر يشلح جرزاته وينزل على غرفه الملابس زيه زي بعض اللاعبين اللي يعتدوا عليهم بامور عنصريه، ولكن للاسف الشديد وجبت لهم بيانات وجبت لهم كل شيء في الاتحاد العام، واليوم انا كاحد المسؤولين في الاتحاد العام عندي المطالب الشخصيه تبعتي، المطالب اللي انا بقدر عليها انا بالصحافة، المطالب الداخليه. يعني حتى المباراه نفسها وجودها في تيدي ب
بملعب بظن انه ملعب مش حضاري، ملعب اللي فيش بي في اي بي تستقبل بيه ضيوف، تستقبل بيه شخصيات كبيره في الدوله. وجودنا وجود المنتخب يلعب في التادي يعني كانت البدايه، وكان البدايه انه احتمال انه تتفجر المباراه، واحتمال انه جمهور بطل القدس يفوت على المباراه والنقطه تفوت على المباراه. يعني كتيبه عسكريه من بدايه القدس لتادي ما يقارب الألف شرطي كانوا في الملعب، الكل كان متخوف. وبالنهايه يعني زينوها هم بعنصريتهم اتجاه محمد وفني، ولكن محمد وفني انسان جدا قوي، شخصيه جدا قويه لقدرت تتحمل الشيء. ولكن لابد من كلمه شكر، كلمه شكر وراح اقولها يوم الثلاثاء بلقائنا مع ميكي زوار، كلمه شكر لرئيس الدوله اللي اتصل بمحمد ابو فني، كلمه شكر لوزير الرياضه اللي وصل لكبر قرع. لاول مره بحس انا انه دولي كامل يعني، وكثير محادثات بسويها بالاسبوع الاخير وكثير رسائل بتصلني، الكل وقف وراء محمد ابو فني، وهي شهاده شرف للي وقف وراء محمد ابو فني ومحمد ابو فني نفسه. وأنا بدي أشكرك سيد أحمد أبو العم على هذه المقابلة الشيقة، شكرا جزيلا وكل عام وأنتم بخير. بالنهاية لابد بالنهاية باسمي كرئيس فريق أبويم فاهم، كرئيس لجنة الرياضة في الوسط العربي والمناطق النائية في إسرائيل، أنا أتقدم بالمعايدة لجميع المسلمين إن شاء الله أنه بنعاد علينا العيد الأضحى بوضع أفضل مما احنا عليه بكثير في الأعوام القادمة. للأسف الشديد كل ما يحدث كل ما يحدث يعيق علينا فرحة العيد، ولكن سنحتفل عيدنا مبروك وعيد مبارك لجميع الأمة الإسلامية. كل عام وأنتم بخير وألف شكر. وأنت بخير. إلى اللقاء. يعني كلام شيق جدا من أحمد أبو العام. إحنا بنقترب من نهاية البرنامج، يعني آدم صرصور خذ المنصة لك احكي. أول شيء بحب أشكر رئيس البلدية عادل بدير على الدعم المتواصل للفريق، بشكر كل الداعمين ما بدي أنسى حدا، على رأسهم إياد عيسى مالك مطعم فلفلة، بشكر موقع بنيت وتلفزيون هلا اللي على مسار أو مدار سنين بغطي أخبار الفريق. كمان شغلة بجوز نسيان نقولها، بعد ما أخذنا بطولة أوروبا وصلتنا دعوة من الفيفا للاشتراك أو المشاركة في نهائيات كأس العالم للأندية للشواطئ اللي راح تكون في مدينة سردينيا بإيطاليا بآخر شهر 9، متأمل إن شاء الله أن نشارك فيها. وكل عام وانت بخير أخي أحمد، إلك ولجميع المشاهدين ولكل الوسط العربي. أنتم بألف خير. محمد عيسى رئيس بعثة لإيطاليا، المنصة لك. بدي أشكركم على استضافتنا اليوم وعلى أنكم رافقتونا في كل طريقنا. بدي أخص بالشكر أخوي والكابتن تبعي اللي بناديهوش إلا كابتن أنا. يعني أكاد ما في كابتن في الفريق ما ناديش إلا آدم كابتن. بدي أشكر برضو الاثنين الحراس اللي معاي اللي بيساعدوني في كل شيء حتى خارج الملعب وداخل الملعب، راني عودي وعبد الرحيم صرصور، بالنسبة لي هم كثير ساعدوني في طريقنا في الفريق. وكمان بدي أشكر أخونا وحبيبنا محمد أبو جابر أبو سلامي، لأنه زي ما تقول اللي بتلكى الرصاصات في الفريق، فبتشكرهم هذول الثلاث لأنه جد بيعملوا شغل اللي مش أي لعيب بيعمل هذا الشغل. يعني وبدي أقول كل عام أنتم بألف خير، وإن شاء الله أنه بنعاد علينا وعلى الكل بصحة وسلامة، وإن شاء الله نبلش نسمع أخبار بس منيحة في الوسط العربي بدل الأخبار اللي إحنا بنسمعها. إخوان يعني الحديث معكم شيق جدا وجلبتوا فخر واعتزاز لكل الوسط العربي في حصولكم على بطولة أوروبا في كرة قدم الشواطئ. شكرا جزيلا كمان مرة، شكرا جزيلا آدم، شكرا محمد، وشكرنا لجميع أعضاء ولاعبين وجمهور كرة القدم عامة في كفر قاسم، وكل عام والجميع بألف خير. وانت بألف خير. أعزائي المشاهدين إلى هنا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من البرنامج الرياضي هلا رياضة.
هذا هو أحمد أبو هلال، أستودعكم الله وإلى اللقاء، وتمنياتي لكم بكل عام وأنتم بآلاف الخيرات، وإلى اللقاء.